النهارده هنتكلم مع بعض ان شاء الله عن الكودا سي سي بلس بلس بيزكس. هنتكلم عن البروجرامينج يوزنج الكودا جي بي وانفيديا جي بي يوز سبورت فروم ابارل بروجرامينج كورس. تعالى كده نشوف احنا نعرف يعني ايه الكودا. الكودا او الكودا اركتكتشر هو المفروض ان هي عمليه او طريقه parallelization للبروجرامز بتوعك باستخدام الجي بي يوز. الجي بي يو ده اللي هو ايه؟ اللي هو الجنرال الجرافيكس بروسيسنج يونت. الجرافيكس بروسيسنج يونت. طيب ايه البروجرامينج لانجوج اللي احنا بنستخدمها مع الكود؟ بنستخدم مين لسي او سي بلس بلس. تعالوا كده بقى نبدا نشوف ايه اللي احنا المفروض هنغطيه ان شاء الله. هنعمل بروجرام بسيط خالص هلو وورد. هنتكلم ازاي نعمل كيرنلز بالكودا، ازاي نعمل مانجنج للجي بي يو ميموري، ازاي نعمل كوميونيكيشن بتوين الديفايس والهوست، نعمل سينكرونايزيشن ما بينهم. جميل. طب ايه البريكويزيتس عندي عشان انا ابدا اشتغل بالكودا واتعلم كودا؟ يو نيد نثينج اكسبت سي او سي بلس بلس اكسبيرينس. مش محتاج حضرتك يكون عندك اكسبيرينس خالص في الجي بي يوز ولا اكسبيرينس في البارال بروجرامينج ولا اي حاجه. كل اللي مطلوب منك ان انت يكون عندك بعض البيزكس اللي في السي وسي بلس بلس، سي او سي بلس بلس. تمام. دي الكونسبتس اللي المفروض تتغطى ان شاء الله في الكورس او في الكورس بتاع الكودا او during this section. طبعا لو حد حابب يكمل في مجال الكودا والبارال بروجرامينج يوزنج كودا اند جي بي يوز، هو مجال واسع جدا ولطيف جدا وفي topics كتير جدا beyond this section. جميل. تعالوا نشوف اول حاجة يعني ايه heterogeneous computing. تعالوا شباب دلوقتي احنا مبدئيا احنا لما نيجي نعمل programming using ال GPU او نعمل parallelizing programs using ال GPU بيكون عندي two terminologies لازم تبقى عارفينهم كويس جدا، اللي هو ايه؟ اللي هو الهوست والديفايس. الهوست ده المقصود بيه ال CPU بتاع الكمبيوتر بتاعك او بتاع اللابتوب بتاعك اللي انت شغال عليه، خلاص. لو السي بي يو والميموري بتاعته ده بنسميهم الهوست. بعد كده في عندنا حاجه تانية اسمها الجي بي يو اللي هو الجرافيكال بروسيسنج يونت، والميموري بتاعته ده بنسميها ايه؟ الديفايس. بيبدا بقى يحصل عندنا كوميونيكيشن ما بين الهوست والديفايس علشان نعمل عمليه البارالايزنج. طب السؤال البارالايزنج بقى هيبقى فين؟ هيبقى على الديفايس. فالمين بروجرام في الغالب هيبقى على الهوست، خلاص. وات سام بوينت هندي جزء للجي بي يو اللي هو الديفايس، نقول له اعمل بارالايزنج للجزء ده من الكود. جميل. ده الشكل العام للكورز اللي موجوده فيه الجي بي يو. انهي جي بي يو بقى؟ انفيديا جي تي اكس 480. طبعا كل جي بي يو بيكون ليه موديل نمبر وبيكون ليه مواصفات خاصه بيه. فمثلا الانفيديا جي تي اكس 480 عنده 15 كور، خلاص. وكل كور بيكون ليه الداتا بتاعته وبيكون ليه الميموري بتاعته، ده هنتعرف عليه اكتر في السلايدز اللي جايه. طيب تعالوا كده نشوف ان دبت شويه شكل الكور الواحد بيبقى شكله عامل ازاي. بيكون عندي المربع الاسفل الواحد ده بيمثل سنجل انستراكشن مالتيبل داتا فانكشن يونت، خلاص. هيكون عنده 16 يونت نفهم اكتر الانفيديا جي تي اكس 480 ان ديتيلز يعني شكله عامل ازاي. دلوقتي احنا قلنا ان احنا عندنا 15 كور. الكور الواحد شكله شكل السكوير اللي قدام ده، خلاص. كل بلوك من اللون الاصفر ده بنسميها سنجل انستراكشن مالتيبل داتا فانكشن يونت اللي هو اس اي ام دي. طيب انا عندي كام سنجل انستراكشن مالتيبل داتا؟ عندي في الكور الواحد 32 سنجل انستراكشن مالتيبل داتا، تمام. كل 16 بيشيروا الكنترول بتاعهم مع بعض. بمعنى ايه بنعمل؟ بمعنى ان احنا بنعمل فيتش وديكود لل 16 بلوك دول مع بعض ان بارالل، وال 16 التانيين بتعمل لهم فيتش وديكود برضو مع بعض. فاجمالا كده انا عندي في الكور الواحد 32 سنجل انستراكشن مالتيبل داتا. وانا قلت ان انا عندي كام كور في السلايد اللي فاتت؟ عندي 15 كور، صح؟
تمام. لو جينا قلنا هنا 15 وكل 15 كور وكل كور في 32 single instruction multiple data، و single instruction multiple data هو بيمثل ال ALU يعني كأنه ALU واحدة خلاص، يبقى أنا الإجمالي عندي 480 ALUs في الشاب الواحدة بتاعت ال NVIDIA GTX 480. يبقى 480 دي جاية منين؟ جاية من عدد ال ALUs اللي موجودين عندي في ال NVIDIA GPU ده. خلاص يا شباب؟ تمام. تعالوا كده ناخد بقى يعني نعرف يعني ايه heterogeneous computing. ال heterogeneous computing ده معناها ان انا عندي كود جزء منه سيريال وجزء منه بارالل. جميل جدا. فاحنا لو عملنا مثلا زوم شويه في السلايد دي هنلاحظ ان انا دي المين كود اللي هو المين فانكشن. في الجزء الاول منها عباره عن سيريال كود عادي، بنعرف شويه فاريبلز، سيريال سيكوينشال كود عادي خالص. بعد كده عندي كولينج لبارالل كود. طيب البارالل كود ده المفروض ان هو هيرن فين؟ هيرن على الجي بي يو او هنسميها الديفايس. طب والسيكوينشال كود هيرن على مين؟ هيرن على الهوست. اهو لو خدتوا بالكم هنا، هنا الاونلي سنجل ارو ده بيمثل الايه؟ بيمثل الهوست عندي او السي بي يو. اما هاجي اقول له بقى انا عايزه ارن البارالل كود، هيقوم منتقل لمين؟ هينتقل للجي بي يو وهيرن ان بارالل، وهم هيخلص هيرجع لي تاني في السيكوينشال كود. الجزء اللي فوق ده هو بيعبر عن البارالل فانكشن بتاعتنا معرفينها فوق عادي خالص. تمام. تعالوا كده يعني نشوف الفلو بتاع البروجرامنج او الفلو بتاع البروسيسنج هيبقى شكله عامل ازاي. مبدئيا احنا قلنا احنا هنعمل جزء سيكوينشال، بعد كده جزء بارلل، وبعد كده نرجع سيكوينشال تاني. طيب علشان ابدا اعمل باراليزيشن او عندي جزء هو انا عايزه اخليه يتعمل بارلل، اللي بيحصل اول حاجه بيكون في مجموعه داتا موجوده عندي على الهوست. الهوست ده اللي هو مين؟ اللي هو السي بي يو. فمحتاجه اديها للجي بي يو علشان الجي بي يو يبدا ينفذ البارالل كود بتاعه. فبنعمل ايه؟ بنعمل كوبي الانبوت داتا فروم السي بي يو ميموري تو جي بي يو ميموري. خلاص احنا كده نقلنا الداتا بتاعتي من السي بي يو ميموري للجي بي يو ميموري. ده الكبير ده هو الجي بي يو. تمام. بعد كده بعد ما حطيتها في الجي بي يو ميموري، دلوقتي احنا قلنا ان انا عندي 15 كور وكل كور عنده 32 ALU كل 16 مع بعض، والطبيعي بقى ان كل كور عنده الميموري بتاعته او الكاش بتاعه. فانا عايزه عشان اخلي عمليه البروسيسنج سريعه انقل الداتا بتاعتي من الميموري بتاعت الجي بي يو للكاش. ليه؟ علشان الاكسسنج تايم بتاعها هيبقى اسرع. جميل جدا. فالستاب الثانيه ان احنا بننقل نعمل لودنج للبروجرام او اكسكيوت ونعمل كاشنج للداتا علشان ايه؟ علشان يعمل يبقى الاكسسنج تايم بتاعها اسرع. في نفس اللحظه بننقل الكود بتاعنا بقى للايه؟ للجي بي يو الفانكشن اللي احنا عايزين ننفذها. طيب هيخلص، وبعد ما هيخلص بروسيسنج هيحط الريزلتس بتاعته في الكاش، وبعد كده هننتقل للميموري تاني. الستاب اللي بعديها هنقوم ايه؟ هنقوم بعتين الداتا بتاعتنا من الميموري بتاعت الجي بي يو للسي بي يو ميموري تاني. وهنا دي بقى مرحله خلاص الريزلت جات لي من الجي بي يو واقدر استخدمها على الهوست. خلاص تمام. تعالوا بقى كده يا شباب نشوف. لو انا احنا كاتبين هالو وورد عادي خالص، ده شكل الكود بتاعنا بيكون في السيكوينشال كود عندنا بالنسبه. طيب تعالوا يا شباب بقى نتعلم ازاي نعرف ازاي نعمل هالو وورد بس على الديفايس كود. يعني ايه الديفايس كود؟ يعني على الجي بي يو. احنا مبدئيا احنا قلنا ان احنا عايزين نعمل على الهوست، ده الشكل الطبيعي للهالو وورد. انت عايز تعمل برنت للهالو وورد. تعالوا بقى نشوف لو احنا عايزين نعملها على الديفايس يعني على الجي بي يو ايه اللي احنا المفروض نعمله. مبدئيا دي المين بتاعتنا عادي خالص، وبنعمل ايه؟ برنت اف هالو وورد، ده في المين بتاعتنا. طب لو انا عايز اعمل فانكشن او عايز اعمل تاسك بترن على الجي بي يو نعمل كده ازاي؟ طيب مبدئيا بنعرف الفانكشن بتاعتنا خلاص، وبنعملها كولينج زي اي كول، بس في مجموعه زي ايه دريفاتيفز هنتعلمها دلوقتي بتساعدنا ان احنا نعرف ازاي نعمل فانكشن على الجي بي يو. مبدئيا لما نقول جلوبال
void my kernel خلاص، يبقى انا كده بعمل indication او بعرف function. الفانكشن دي هترن على الديفايس، هعمل لها كولينج منين؟ هعمل لها كولينج من الهوست. الديفايس دي اللي هي مين؟ اللي هي جي بي يو، والهوست اللي هو السي بي يو. يبقى انا لما اعرف فانكشن بالشكل ده، انا اقول جلوبال void my kernel، وبتاخد نو بارامتر او بتاخد void، معنى كده ان انا عملت فانكشن هترن على الجي بي يو وهنديها من السي بي يو. تمام. طيب تعالوا بقى نشوف ازاي اعمل كولينج للفانكشن دي. احنا علشان نعمل كولينج لفانكشن هترن على الجي بي يو، بنادي على اسمها خلاص، وبعد كده بنحط تريبل تريانجل اللي هو براكتس او الانجل براكتس. ده انا كده عملت ايه؟ يبقى لما اقول مثلا ماي كيرنل، يبقى دي اسم الفانكشن، وحطيت تريبل انجل براكتس دي، ابقى كده عملت حاجه اسمها كيرنل لونش. يعني ايه؟ يعني كده شغلت الفانكشن دي خلاص. طيب هنتعرف على البارامترز بتوعها كمان شويه. دلوقتي احنا عايزين نقول ان كده انا عملت كولينج للفانكشن دي اللي هتعمل اكسكيوشن على مين؟ على الجي. احنا لما هنرن الكود ده هنلاحظ انه nothing will happen، مفيش حاجه هتتعيد خالص بالنسبه للديفايس. هيتعيد لي الهلو وورد بتاعت المين، لكن مفيش حاجه هترن على الديفايس ده. بسبب ايه؟ بسبب ان الماي كيرنر اللي احنا عملناها فاضيه مفيهاش كود. طيب تعالوا كده نكمل. مين لي فكره ان انا اعمل بارالايزنج باستخدام الجي بي يو ده؟ علشان ان بيكون عندي بروبلم كبيره جدا، عايزه ماسيف باراليزم خلاص. طب تعالوا نشوف اكزامبل افضل خلاص. هنبدا بان احنا نعمل ايه؟ نعمل ادنج تو انتجرز، وبعد كده نعمل ادنج لايه؟ لفيكتورز مع بعض. طيب احنا عايزين نعمل كيرنل. يعني ايه كيرنل؟ يعني فانكشن بترن على الجي بي يو بتاد تو فاليوز خلاص. فعملنا ايه علشان نعرف الفانكشن؟ عملنا جلوبال void add وخد التلاتة pointers، وجوه البوينتر عملنا ايه؟ استريك سي، يعني غير القيمة بتاعت السي او assign القيمة بتاعت السي بتساوي استريك اي بلس استريك بي. ده المقصود بيها ايه؟ المقصود بيها ان خد القيمة اللي جوه الاي وخد القيمة اللي جوه البي، اجمعهم على بعض وحطها جوه القيمة اللي جوه السي بالنسبة للبوينترز دي. طيب في حاجة مهمة لازم نبقى عارفينها، ان الباسنج البارامترز ليه الجي بي يو ماشي، او اي كيرن اللي احنا بنعمله، البارامترز اللي احنا هنعملها باسنج هتكون باسنج باي ريفرنس. اوكي تمام. طيب في حاجه كده عايزين نفتكرها مع بعض، الجلوبال اللي احنا بنحطها قبل التعريف بتاع الفانكشن دي مقصود بيها ايه؟ مقصود بيها ان الفانكشن دي هترن على الجي بي يو وهنديها منين؟ من السي بي يو. جميل جدا. طيب بما ان احنا قلنا ان هم هيرنوا على الجي بي يو وانا لازم اديهم من السي بي يو، لازم البوينترز دي بتكون بتشاور على اماكن في الميموري بتاعت مين؟ بتاعت الجي بي يو خلاص. يبقى انا لازم احجز اماكن في الميموري بتاعت الجي بي يو، بحيث انا ابقى قادره هو يبقى قادر الجي بي يو يعمل عمليه الجمع دي خلاص. يبقى احنا محتاجين دلوقتي نعمل allocation في الميموري سبيسز في الجي بي يو. جميل جدا. تعالوا كده نوضح كام نقطه عشان ما يبقاش حد عنده confusion في النقطه في الحته دي. ايه بقى؟ دلوقتي انا عندي ديفايس وعندي هوست، كل واحد فيهم عنده الميموري الخاصه دي خلاص. الديفايس ده اللي هو الجي بي يو، والهوست اللي هو السي بي يو خلاص. فهنا بيقول ايه؟ بيقول لي ان البوينترز بوينت تو جي بي يو ميموري، ده بالنسبه للديفايس. اما بالنسبه للهوست، بوينترز بوينت تو سي بي يو ميموري. معنى كده ان انا لما ينفعش اعمل بارسينج للبارامترز من السي بي يو للجي بي يو، وافترض ان هو هيبقى شايفها، ده طبعا مش هيحصل. لما هحجز اماكن في الميموري بتاعت السي بي يو، الجي بي يو مش هيبقى شايفها خالص. مش هيبقى خالص ليه؟ لان دي ميموري مختلف عن الميموري دي، دي ميموري منفصل عن الميموري دي. تمام. فايه الحل؟ هنعرف الحل كمان شويه خلاص. طيب تعالى بقى هنا بيقول ايه؟ بيقول لي ان maybe access او maybe passed from or to the host، ده بالنسبه للديفايس. يعني انا الـ 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 الحاجه لو انا حاجزاها في الديفايس، لو انا حاجز اماكن في اماكن في الميموري بتاعت الجي بي يو، ممكن تتشاف من السي بي يو، ولكن ما اقدرش اعمل لها موديفيكيشن في السي بي يو خلاص. ماي نوت دي ريفرنس ان ذا هوست كود. نفس الكلام بالنسبه للهوست، ممكن باس اعمل باسنج للفاليو القيم دي من والى الجي بي يو، لكن ما اقدرش اعدلها
في الجي بي يو. طيب يبقى الحل عندي ايه؟ الحل عندي ان انا احجز الاماكن في كل مكان انا بشتغل عليه. يعني انا شغاله على السي بي يو بنحجز اماكن خاصه بتاعتنا على السي بي يو، لو انا هشتغل على الجي بي يو محتاجه احجز اماكن خاصه ليا في الميموري بتاعتي على الجي بي يو. طب مين بقى يساعدنا هنا في الحته دي؟ يساعدنا فيها الميموري الوكيشن والميموري الوكيشن فانكشنز خلاص، او الميموري هاندلنج فانكشن. زي ايه؟ عندنا حاجه اسمها كودا مالوك. الكودا مالوك دي زي المالوك اللي احنا كنا خدناها في سكشن نمبر 2 انا واتذكر. في عندنا حاجه اسمها كودا فري، دي بتعمل فري للميموري بتاعه الجي بي يو. عندنا حاجه كمان اسمها كودا ميم كوبي، يعني كودا ميموري كوبي. ده بنعمل ايه؟ بنعمل كوبينج من الميموري بتاعه السي بي يو للجي بي يو او العكس. خلاص دول زي ايه؟ زي بالظبط المالوك والفري والميم كوبي اللي احنا كنا متعرفين عليهم في السكشن اللي فاتت. طيب تعالوا بقى نرجع للكيرنل بتاعتنا اللي احنا عرفناها بالشكل ده. يبقى احنا عرفنا ان انا عرفت الثلاثه بارامترز دول باي ريفرنس. تعالوا نشوف المين بتاعنا هيبقى شكله عامل ازاي. دلوقتي احنا فهمنا كونسبت ان انا عندي ميموري للسي بي يو وعندي ميموري تاني للجي بي يو. يبقى احنا واحنا بنعرف الفاريبلز بتاعتنا بقى في السي بي يو بتاعنا لازم نبقى عاملين حساب للجزء ده. اول حاجه عرفنا الثلاثه فاريبلز بتوعي اللي هما الاي والبي والسي اللي هيبقوا شايلين القيم اللي انا عايزه اجمعهم. خلاص عندي مثلا الاي والبي القيم اللي انا عايزه اجمعهم والسي للريزلت. خلاص هنعرف كمان ثلاثه بوينترز. البوينترز دول المفروض ان هما هيكونوا بيشاوروا على القيم اللي عندي دي علشان ابعتهم للجي بي يو ويبدا يعمل بروسيسنج بتاعه. محتاجه كمان اعرف السايز بتاع الانت، لان السايز بتاع الانت بيختلف على اساس الكومباير اللي انا شغال عليه. حلو جدا. نبدا بقى نعمل ايه؟ نبدا نحجز اماكن في الميموري بتاعه مين؟ بتاعه السي بي يو. فهنستخدم الفانكشن اسمها كودا مالوك. خلاص بتاخد تو بارامترز. البارامتر الاولاني هو عباره عن الفاريبل، البارامتر الثاني هو عباره عن السايز بتاع الفاريبل ده. طيب فهنا نعملها تايب كوستنج فويد استريك استريك وبديها الريفرنس بتاع مين؟ بتاع دي اي ودي بي ودي سي. بعد كده هنعمل ست للفاليوز، الاي ب 2 والبي ب 7. ده هيبقى فين؟ ده هيبقى على السي بي يو ميموري. طب والكودا مالوك دول هيسمعوا فين؟ هيسمعوا في الجي بي يو ميموري. جميل. نبدا بقى نحن انا كده حجزت، حطيت الفاريبلز عندي وحطيت البوينترز عندي، بس ما نقلتش الفاليوز للجي بي يو. يعني ايه؟ يعني انا حجزت اماكن في الميموري بتاعه السي بي يو وحجزت اماكن في الميموري بتاعه الجي بي يو، بس الاماكن بتاعه الجي بي يو الاماكن اللي حجزتها لسه فاضيه ما فيهاش قيمه. عايزين ننقل القيم دي بقى للميموري بتاعه الجي بي يو علشان الجي بي يو لما يجي يرن الكود بتاعه يرن على القيم الفعليه اللي انا عايزاها. فهنعمل ايه؟ هنعمل كوبي للفاليوز اللي انا حجزتها في السي بي يو للميموري بتاعه الجي بي يو. فين؟ في الاماكن اللي انا حجزتها في الجي بي يو. تمام. فهنستخدم فانكشن اسمها ايه؟ كودا ميم كوبي. يعني ايه كودا ميم كوبي؟ يعني كودا ميموري كوبي. بعمل كوبي من الميموري بتاعه السي بي يو للميموري بتاعه الجي بي يو، وممكن برضو العكس. خلاص وهنشوف ازاي العكس. طيب هياخد بقى مجموعه من البارامترز. انا عايزه اعمل ايه بالظبط؟ انا عايزه اعمل كوبي ليه؟ احط الفاليو في دي اي مصدرها ايه، يبقى انا عندي هنا ده هنسميه ايه؟ الديستنيشن. خلاص وده السورس. الفاريبل الاول هو الديستنيشن، الفاريبل الثاني هو السورس. الفاريبل الاول الديستنيشن انت عايزه تعملي كوبي للفاليو دي فين؟ فانا عايزه اعملها كوبي في دي اي اللي هو في الجي بي يو. طب مصدرها منين؟ مصدرها من ايه؟ كله باي ريفرنس. بما ان دي اي كان بوينتر اصلا فمش محتاجين نحط العلامه بتاعت الريفرنس بتاعها. بالنسبه بقى للايه؟ بالنسبه للايه كانت فاليو صح؟ فنحط الريفرنس بتاع الايه. بعد كده بياخد مني السايز بتاع عمليه الكوبي دي، وبعد كده عمل نوع الكوبي. فهنا عندنا كذا نوع من انواع الكوبي. عندنا كودا ميموري كوبي هوست تو ديفايس او ديفايس تو هوست. خلاص يعني ايه هوست تو ديفايس؟ يعني انا دلوقتي بنقل الداتا بتاعتي من السي بي يو الى الجي بي يو. فبالتالي عندي كودا ميم كوبي الديستنيشن بتاعي هو الفاريبل اللي انا عرفته في الجي بي يو، مصدره الريفرنس او الفاريبل اللي انا عرفته فيه السي بي يو، السايز بتاعه السايز اللي انا عرفته اللي هو سايز اوف انت،
وعملية النقل هو عبارة عن كودة من كابل هوست تو ديفايس، يعني من السي بي يو للجي بي يو. نفس الكلام هنرجع نعمله تاني بس مع فاريبل ايه، مع الفاريبل بي. خلاص بعد كده بنبدأ ننادي على الكيرن اللي انا معرفه، بقول له اد وبحط التريبل انجل براكتس بتوعي. بنبعت البارامترز الدي اي والدي بي والدي سي اللي احنا كنا عرفناهم as pointers وبحجزنا ليهم اماكن في الجي بي يو ميموري. طيب دلوقتي هنخلي الجي بي يو يبدا يعمل بروسيسنج الخاص بيه، وهيعمل ايه؟ ادينج للاي على البي ونحط الريزلت في السي. هيبقى عندنا نقطه مهمه ان احنا نرجع ناخد الريزلت بتاعتنا من السي اللي هي محجوزه في الجي بي يو ميموري وننقلها للسي بي يو ميموري. طيب مين الفانكشن اللي تقدر تعمل كده؟ عندنا الكوده مام كابي. حلو جدا. الديستنيشن بقى بتاعنا هيختلف عندنا هنا طريقه البارامترز اللي احنا نبعتها للكوده مام كابي من المره الاولانيه اللي احنا استخدمناها فيها، بان الديستنيشن بتاعي هيبقى السي او الريفرنس بتاع السي اللي هي في السي بي يو ميموري. طيب والسورس بتاعها مين؟ السورس بتاعها اللي هو الدي سي. الدي سي ده اللي هو مكانه في الجي بي يو ميموري. السايز بتاعها اللي هو السايز بتاع الانتر احنا كنا حاجزينه. واخر بارامتر عندنا هي عمليه الترانسفير او نوع الترانسفير، هيبقى كودا ميم كوبي ديفايس تو هوست، يعني من الجي بي يو للسي بي يو. بعدك بالشكل ده يكون عندي قيمه ال او الريزلت بتاعت الاديشن موجوده عندي في السي على السي بي يو. جميل. هيبقى عندنا نقطه مهمه جدا لازم نعملها، ان احنا نعمل فري للميموري اللي في الجي بي يو. دي نقطه مهمه جدا علشان ما يحصلش عندنا ان احنا الميموري بتاعتنا تتملي كلها وبعد كده نيجي نحاول نستخدمها ما نلاقيش فيه سبيسز فاضيه. نعمل كده ازاي؟ بنعمل ان احنا نعمل كوده فري للفاريبلز اللي احنا حجزناهم في الجي بي يو. فعندنا كوده فري دي اي، كوده فري دي بي، كوده فري دي سي. تمام. بالشكل ده احنا نكون خدنا رؤيه عامه على الهيتروجينيوس كومبيوتنج. الهيتروجينيوس كومبيوتنج دي المقصود بيها ايه؟ ان انا يكون عندي جزء من البروسيسنج على السي بي يو وجزء تاني على الجي بي يو. هنتكلم دلوقتي مع بعض على حاجه او جزء جديد اسمه البلوكس في الجي بي يو. طيب اللي احنا عملناه دلوقتي ده احنا عملنا هيتروجينيوس كومبيوتنج باننا خليت الرننج يبقى على الجي بي يو بدل ما يبقى على السي بي يو. بس انا كده عملت ران لقيت للفانكشن واحده، يعني كاني جمعت رقمين اتنين بس على بعض في الجي بي يو. طب لو بصينا عليها كده يبقى انا عندي اوفر هيد بتاع الميموري الوكيشن والميموري فري وترانسفير للفاليوز من السي بي يو ميموري للجي بي يو ميموري. فكل دي اوبريشنز انا عملتها زياده وعملت اوفر هيد على البروسيسنج. اكيد الهدف بتاعي البارلل كومبيوتنج او البارلل بروسيسنج مش ان انا اجمع رقمين على الجي بي يو بدل السي بي يو. الهدف بتاعها ان انا يكون عندي بروسيسنج عادي جدا او كبير جدا، فبدل ما بعمل البروسيسنج ده سيكونشال اعمله بارلل على الجي بي يو. تمام. فانا بقول لي جي بي يو كومبيوتنج از اباوت ماسيف باراليزم، فبالتالي بدل ما بعمل بروسيسنج لاتريش لفانكشن واحنا عايزاهم يبقوا ان، خلاص اكسكيوت ان تايمز. جميل جدا. فبيقول لي هنا ايه عن يعني احد الطرق اللي احنا نعمل بيها الماسيف باراليزم بتاعنا ده، ان انا بدل ما بعمل الفاريبلز بتوعي تكون a وb بس، عندي فيكتورز، يعني ايه فيكتور a وفيكتور b والريزلت يتحط في فيكتور c. جميل جدا. تعالوا كده نقرا بقى كده شويه ترمينولوجيز محتاجين نفهمها وبعد كده نشوف ازاي نطبق حاجه زي كده. each parallel invocation of add بنسميها block. لما انا ابعت له parallel processing على فيكتور كامل على بعضه، خلاص يبقى انا كده ده بنسميه بلوك. مجموعه البلوكس مع بعضها بنسميها جريد. خلاص. طب جميل جدا. طب بالنسبه بقى لجوه الجي بي يو، ازاي اخلي كل سي بي يو جوه الجي كل السي بي يو جوه الجي بي يو؟ بمعنى ايه؟ فاكرين السل اللي كانت لونها يلو اللي كنا بنقول عليها ان هو احنا عندنا 32 سيل كل 16 يونيفايد في الكنترول، فبالتالي وانا عندي 15 كور، 15 في 32 يبقى 480 بالنسبه اللي احنا شرحناه. كل سيل واحده دي انا عايزاها تبقى مسؤوله عن سيل واحده في الاري بتاعتي او في الفيكتور بتاعي. ازاي اعمل الماتشنج ده؟ ازاي مثلا ان السي بي يو ده مسؤول عن الاليمنت دي؟ باستخدام حاجه بنسميها البلوك اي دي دوت اكس. البلوك اي دي دوت اكس ده المقصود بيه ايه؟ المقصود بيه ان هو كل بلوك يبقى مسؤول عن الاليمنت دي. جميل جدا. يبقى باي يوزنج البلوك اي دي دوت اكس تو اندكس
into array each block handle different in different index. فبالتالي كل بلوك عندي هيشيل مسؤولية سال معينة من الاريز دي مختلفة خالص عن ايه؟ عن البلوك اللي جنبه. جميل جدا. فهنا مثلا عندي بلوك 0 هيشيل الريسبونسابيلتي بتاعت A C 0 بتساوي A of 0 plus A of B. بلوك 1 مثلا C of 1 بيساوي A of 1 plus B of 1 and so on. جميل جدا. تعالوا بقى نشوف الفانكشن بتاعتنا على الجي بي يو هيبقى شكلها عامل ازاي. هي نفس الفانكشن بتاعتنا بالشكل العادي بتاعنا، ولكن اللي هيختلف بتاع عندنا ان احنا هنبقى شغالين على اري، والاندكسنج بتاع كل سيل هيبقى باستخدام البلوك اي دي دوت اكس، بلوك اي دي اكس دوت اكس. جميل جدا. تعالوا بقى نشوف المين هتختلف في ايه. احنا في المين اللي فاتت كنا بنعمل ايه؟ كنا بنحجز سيل واحده ايه وسيل واحده بي. دلوقتي احنا عايزين نحجز الريز. تعالوا بقى نشوف الكلام ده هيتم ازاي. مبدئيا عندنا المجموعه البوينترز، مجموعه البوينترز بتوع الجي بي يو هيفضلوا زي ما هم، ولكن في المين بقى بدل ما كنا بنحجز A وB وC لا احنا هنحجز الريز او بوينترز تو انت. هي نفس الفكره كاني بحجز الري. بعد كده هنحجز السايز بتاع الاري الواحده. السايز بتاع الاري الواحده احنا عرفنا عملنا هاش ديفاين للان فوق ب 512، وقلنا ان n السايز بتاعنا بيساوي n times the size of int، فبالتالي 512 في السايز بتاع الانت بناء على مقاس الانت عندي في الكومبايلر بتاعي. طيب جميل جدا. نحجز بقى في الجي بي يو ازاي؟ عن طريق الكودا مالوك بالظبط. وهنعمل ال هنديها نفس الفكره بتاعتها، بس هنديها السايز الجديد بتاعنا اللي هو n times the size of int. حلو جدا. هيبقى ايه؟ هيبقى ان انا بحجز في السي بي يو بقى الاوبريشنز، بحجز اماكن في السي بي يو بتاعي، في السي بي يو مش في الجي بي يو. احنا كده حجزنا في الجي بي يو، عايزين نحجز بقى في السي بي يو. هنقول مالوك بالسايز بتاعنا، وناخد نعمل ايه؟ ناخد بالنا ان احنا ان المالوك بترجع فويد بوينتر، فلازم نعملها تايب كاستنج لانت بوينتر. جميل. بعد ما حجزت الاي عملنا حاجه اسمها راندوم انتس، نعمل فيلنج للاري، نعمل لها فيلنج براندوم انت، والسايز بتاعها بيكون ان. نفس الكلام اللي هنعمله للاي هنعمله للبي. هنبدا بقى الاستاب اللي بعديها ان احنا بنبدا ننقل الداتا بتاعتنا من السي بي يو الى الجي بي يو، وده عن طريق الكود امام كوبي. بديها الديستنيشن بتاعها هو عباره عن الدي اي، لان انا رايحه للجي بي يو. الريفرنس السورس بتاعها هو الاي، السايز بتاعنا اللي هو الان تايمز السايز اوف انت، ونوع الترانسفير كود امام كوبي هوست تو ديفايس. نفس الكلام هنعمله بالنسبه للبي. هنيجي بقى عمليه اللانشنج بتاع الاد او اللانشنج بتاع الكيرنل. ناخد بالنا ان احنا كنا في المره اللي فاتت كنا بنناديه ازاي؟ اد، بعد كده نعمل تريبل انجل براكت ونقول 1 1. خلاص لا، احنا دلوقتي هنناديها بان. بمعنى ايه؟ بمعنى ان يعني بقول له انت هتقوم عندك ان بلوكس. خلاص، وبديله البارامترز بتوعه، وبعد كده هو هيعمل البروسيسنج بتاعه. نبدا الاستيب اللي بعديها ان احنا بنعمل ايه؟ هننقل الريزلت بتاعتنا من الجي بي يو الى السي بي يو تاني عن طريق الكودا ميم كوبي. في لما كنا بنشتغل على السنجل اوبريشن كنا بنقول الريفرنس اوف سي وبعد كده دي سي. ليه هنا ما حطيناش الريفرنس؟ هنا ما حطيناش الريفرنس لان السي اوريدي متعرف بوينتر. خلاص، فبيكون ان انا حطيت السي بس، فانا كده كاني شاورت على الادرس بتاعه. خلاص، يبقى انا عندي الديستنيشن بتاعي هو السي، السورس بتاعي هو الدي سي، السايز اللي احنا قلنا ان تايمز السايز اوف انت، ونوع الترانسفير بقى دلوقتي انا بجيب الريزلت من الجي بي يو واحطها في السي بي يو، يبقى كود امام كوبي ديفايس تو هوست. ما ننساش ان احنا نبدا نعمل كلين اب. كلين اب بقى هيبقى عندنا على مستوى ايه؟ هيبقى على مستوى السي بي يو والجي بي يو. يبقى بعمل فري للاي، فري للبي، وفري للسي، ونعمل نفس الكلام بالنسبه للجي بي يو، كودا فري دي اي دي بي دي سي. طيب عايزين نعمل ريفيو سريعا كده على الاجزاء اللي احنا خلصناها. ايه هو الهوست؟ الهوست هو السي بي يو، هو المسؤول ان بيبعت الحاجه للجي بي يو وبياخد من الجي بي يو. بالنسبه للديفايس هي مين؟ هي الجي بي يو. كلمه جلوبال اللي بنعرفها قبل الكيرنل دي بتدل على ايه؟ بتدل ان هو الفانكشن دي هتعمل اكسكيوشن على الجي بي يو، وهنعمل لها كولينج من الهوست اللي هو مين؟ اللي هو السي بي يو. نعمل
بنعمل باسنج للبارامترز من الديفايس سوري من الهوست الى الديفايس. وعندنا برضو مجموعه من البيزك ميموري مانجمنت فانكشنز اللي هي ايه، كودا مالوك، كودا ميم كابي، وكودا فري. دول equivalent للميموري مانجمنت فانكشن على السي بي يو اللي هي الملاك والميم كابي والفري. عشان اعمل لونشنج للكيرنلز ان بارالل، كل اللي احنا بنحتاج نغيره ان انا بعمل ايه، بخلي ال1 الفيرست بارامتر بتاعتها تبقى ان، حيث ان الان دي بتمثل عدد البلوكس اللي انا عايزه اقومها في الجي بي يو. وعمليه الكولينج بتبقى باسم الفانكشن. بعد كده نعمل ترابل انجل براكتس ونحط تو بارامترز. البارامتر الاولاني هو عدد البلوكس اللي احنا عايزينه، وهنتعرف باستفاضه اكتر على البارامتر التاني في السلايدز الجايه. بعد كده بنستخدم حاجه مهمه لازم نفتكرها، بنستخدم البلوك اي دي اكس دوت اكس علشان اكسس كل بلوك بالاندكس بتاعه. بالشكل ده احنا نكون خلصنا التو بوينتس الاولانيين اللي هو الهيتروجينيوس كومبيوتنج اللي هي عمليه الكومبايننج ما بين السي بي يو بروسيسنج والجي بي يو بروسيسنج. الحاجه الثانيه البلوكس اللي بتمثل البارالل بروسيسنج على الجي بي يو بالفيكتورايزد انبوت. احنا كده اتكلمنا على البلوكس، هنتكلم دلوقتي بقى على كونسبت تاني في البارالل بروجرامينج يوزنج الجي بي يو، حاجه اسمها الثريدز. تعالوا كده نتعرف يعني ايه ثريدز. احنا اتكلمنا قبل كده في السكيشن اللي فاتت يعني ايه ثريد، وفاهمين الكونسبت بتاعها. في الكود ده في عندنا برضو ثريدز، تعالوا نشوف ازاي نستخدم حاجه زي كده. البلوك الواحد عندنا في الجي بي يو ممكن يتقسم الى مجموعه من الثريدز، تمام؟ طيب لو انا عايز اعمل موديفيكيشن في الفانكشن بتاعت الاد ان هي تكون شغاله بالثريدز، فالحل عندي ان انا اقول له سي of thread id dot x بيساوي a of thread id dot x and او plus b of thread id of x and so on. فبدل ما شلت البلوك id dot x هحط thread id dot x، خلاص. طيب وبالنسبه بقى للمين، ايه الموديفيكيشن اللي يحصل في المين؟ بالنسبه للجزء ده كله بتاع الميموري الالوكيشن والكلام والكودة مالك والكلام ده كله مفيش اي فيه تغيير. التغيير الوحيد اللي هيحصل في عملية الكورنل لونشنج، خلاص. فان انا البارامتر الاولاني اللي احنا كنا قلنا عليه كان بيمثل البوكس، واحنا في الكول اللي فاتت كنا بنديب ان عشان احنا كنا شغالين ان بلوكس. دلوقتي انا محولت الشغل بتاعي يبقى ثريدز، خلاص. فخليت الان عند ثريدز وخليته بلوك واحد، خلاص. يبقى انا البارامتر الاولاني بيمثل عندي ايه؟ البارامتر الاولاني بيمثل عندي البلوك numbers، والتاني second parameter بيمثل عندي thread numbers. جميل جدا. طب انا بقى دلوقتي انا كده في الاكزامبل، في تو اكزامبلز اللي فاتت، مره اشتغلت بالبلوكس بس ومره اشتغلت بالثريدز بس. تعالوا بقى نشوف ازاي نقدر نعمل كومبايننج ما بينهم بحيث نريو يعني ايه نانهانس الريسورسز اللي عندي، او اعمل يوتيلايز للريسورسز اللي عندي. تعالوا نشوف. طيب تعالوا نشوف الاثنين دول مع بعض. فلنفترض ان انا عندي اري واحده بالشكل ده وعايزه اقسمها يا اما احنا قلنا يا اما بلوك يا اما ثريد في الاكزامبلز دي. لان انا عايزه اعمل ايه؟ عايزه استخدم البلوكس والثريدز مع بعض بحيث ان مثلا البلوك الواحد يكون شايل 8 elements، يعني بلوك اي دي نمبر 0 يشيل 8 ثريدز، وكل ثريد هتمسك 1 element. فبالتالي مثلا عندي ايه 4 بلوكس وكل بلوك 8 element. فالاندكس هعمله يعني هاكسس الاندكس ازاي؟ بالمعادله بسيطه خالص، ان ثريد اي دي دوت اكس الثريد بتاعي زائد البلوك اي دي مضروب فيه البلوك سايز. البلوك سايز اللي هو عندي مين؟ هو عندي 8، او عدد الثريدز بالبلوك، خلاص. يبقى انا الاندكس بتاعي ده احنا كنا خدناه في الاكزامبل في السكشن اللي فاتت برضو. عشان اجيب الاندكس بتاعي كاني بقول له البلوك عندك مثلا، فنفترض ان البلوك رقم 0 هضربه في 8 عشان 8 ده هو اللي بيمثل عدد الاليمنتس عندي، زائد الثريد اي دي دوت اكس، تمام. حلو جدا. فمثلا لو انا عندي الاليمنت اللي هي هنا دي، خلاص، وانا عايزه اعرف هتبقى ثريد نمبر كام. هي مبدئيا ادي اول 8 ادي 8، يبقى هتبقى بلوك رقم 2، خلاص. فهنروح قايلين بلوك اي دي نمبر 2 والسايز بتاع البلوك 8
او ثريدز بير بلوك هيكون 8. فانا عايزه اعرف هي هتشتغل على ثريد نمبر كام. مبدئيا هم شغالين من 0 لحد 21 لحد 31، فهي اليمنت رقم 21. تمام، فنقدر نقول 21 بتساوي ثريد اي دي بلس البلوك اي دي تايمز 8، وهيجيب لي ايه؟ ان الثريد اي دي بتاعتها بتساوي 5. يبقى انا كده بالشكل ده الاندكس ده اقدر اخليه يأكسس الاليمنت اللي انا عايزاها بسهوله خالص، بحيث ان انا اكون شغاله ثريد وبلوك مع بعض. جميل جدا. طيب احنا كنا في الاكزامبل اللي فات ده كنا حددنا ان عدد الثريدز بير بلوك بيكون 8. انا حددت ده، افترضنا الافتراض ده. طيب في عندنا بيلت ان فاريبل بنسميها البلوك دايمنشن. البلوك دايمنشن ده بيلت ان في الكود فاريبلز، نقدر نستخدمه مباشره، بحيث ان احنا نقدر نقول ايه؟ ان الاندكس بيساوي الاندكس اي دي زائد البلوك اي دي دوت اكس تايمز البلوك دايمنشن. البلوك دايمنشن ده بيمثل الافيلبل ثريدز بير بلوك عندي في الفيجن بتاع الكود ده. خلاص. طيب جميل جدا. تعالوا بقى كده نشوف لو ايه الموديفيكيشن اللي احنا محتاجين نعمله في الفانكشن او في الكيرنل اللي هترن على الديفايس عشان اخليه يشتغل كيرنل، عشان اخليه يشتغل بلوكس اند ثريدز مع بعض. اول حاجه هنعرف الاندكس بتاعنا بنفس الطريقه اللي احنا عرفناها، ونقول ان سي اوف اندكس بيساوي اي اوف اندكس بلس بي اوف اندكس. طيب تعالوا بقى نشوف ايه التشينجز اللي احنا المفروض نعملها في المين علشان الكود يشتغل بلوكس اند ثريدز. مبدئيا في الاول خالص محتاجين نعرف ان الان بتاعتنا هتبقى اكبر من 512 ان كبيره، هي هتبقى عبارة عن 2048 في 2048. threads per block هيبقى عبارة عن 512. بالنسبة بقى للجزء الاول بتاع الميموري allocation والكودة مالوك والكلام ده كله هيبقوا زي ما هو، مفيش اي modification فيه. كل اللي هيحصل بس الاختلاف الوحيد هو عملية اللونشنج بتاع الكيرنلز، عملية اللونشنج بتاع الكيرنلز. طب بالنسبة لعدد البلوكس، البلوكس اللي عندي مفروض يبقوا كام؟ مفروض يكونوا عبارة عن عدد ال N بتاعتي كلها اللي هي 2048 تايمز 2048 مقسومة على عدد ال elements اللي كل threads او threads per block او عدد ال elements اللي كل بلوك هيشيلها. فبالتالي هنقول ان عدد البلوكس عندي بيساوي N over threads per block. طيب البارامتر الثاني عدد الثريدز بقى هيكون عباره عن كام؟ هو ثريدز بير بلوك اللي احنا ايه اللي احنا معرفين، غير كده الكود هيفضل زي ما هو. تمام. في بقى مشكله عندنا ممكن تواجهنا، ان هي ايه؟ اللي هي إيه؟ ان احنا نعمل اكسسنج بيوند ذا اند اوف اري، بمعنى ان انا ممكن اكسس اليمنت اكبر من السايز بتاع الاري بتاعي اللي هو 2048 تايمز 2048. فعلشان اافويد حاجه زي كده نعمل اف كونديشن صغيره خالص جوه الـ الكود بتاعنا بتاع الجي بي يو، ونقول ان وايل الاندكس او الاف الاندكس بتاعنا اصغر من الان يرن الكود. تمام. طيب السؤال بقى هنا، انا ليه ازعجت نفسي بالثريدز؟ ليه وجعت نفسي بدراسي بالثريدز لما ممكن اشتغل بالبلوكس بس؟ خلاص واضح كده ان هي خلتني بعمل اوبريشنز اكتر، محتاجه مني تفكير اكتر. ليه بقى؟ لان الثريدز على يعني على العكس من البلوكس ما بينهم حاجه اسمها كوميونيكيشن وسينكرونايزيشن. خلاص. ففي عندي عمليه كوميونيكيشن اعلى بين الثريدز وسينكرونايزيشن. محتاجين نعرف تفاصيل اكتر، وده هنغطيه ان شاء الله في الجزء اللي جاي ان شاء الله. طيب تعالوا كده نعمل ريفيو سريع على اللي احنا وصلنا له علشان اعمل لانشنج للكيرنل بان بعدد من الثريدز والبلوكس. محتاجين نعمل كولينج بان عدد البلوكس بيساوي لان اللي هو التوتال اليمنتس اللي عندي مقسومه على الثريدز بير بلوك، والبارامتر الثاني بيكون عدد الثريدز بير بلوك. علشان اكسس البلوك بنستخدم البلوك اي دي دوت اكس، عشان نستخدم الثريد او ناكسس بالثريد بنستخدم ثريد اي دي دوت اكس. عشان احدد الاندكس بتاعي باستخدام الثريد والبلوك بنقول ان الاندكس بيساوي الثريد اي دي دوت اكس بلس بلوك اي دي دوت اكس تايمز البلوك دايمنشن دوت اكس، او لو انت عايز تستخدم حاجه غير البلوك دايمنشن دوت اكس بنحط مكانها عدد الثريدز بالبلوك اللي انت عايز تستخدمه. طيب دلوقتي هناخد ريفيو اكبر، وهنتعرف اكتر على تفاصيل بالنسبه لانفيديا جي تي اكس 480 وما هينطبق على انفيديا جي تي اكس 480. تعرف حضرتك بعد كده تفهمه
في الجي بي يوز التانية. يعني انا لو فهمت الكونسبت بتاع انفيديا جي تي اكس 480 اعرف بعد كده الجي بي يوز التانية ايه عدد الكورز بتاعتها، ايه عدد البلوكس بتاعتها، الجريدز، تعرف تفهمها اكتر بحيث تعرف تفهم الامكانيات بتاعت كل جي بي يو، وده يفيدك بقى في البروجرامينج على صعيد البروجرامينج وانت تعمل بلان البروجرامينج استخدام الجي بي يو، او على الصعيد الشخصي لو انت عايز تستخدم ايه تشتري جي بي يو جديد. الكلام ده كله تبقى فاهم الجي بي يو ايه السبيسيفيكيشن بتاعته. زي ما قلنا قبل كده انفيديا جي تي اكس 480 مكونه من 15 كور، كل كور قلنا ان هو فيه 32 بروسيسنج يونت، خلاص كل 16 بيشيروا نفس الكنترول مع بعض. خلاص طيب تعالوا كده بقى نخش نشوف اكتر بديتيلز اكتر عن الانفيديا 480 او جي 80 في العموم. الاركتكتشر بتاعها شكله عامل ازاي؟ مبدئيا هو بيكون فيها كلهم فيهم 16 مالتي بروسيسور بلوكس، كل بلوك 16 مالتي بروسيسور بلوك، وكل بلوك عنده 8 ستريمينج بروسيسور. بيكون في شيرد ميموري على مستوى البلوك الواحد 16 كي، عندي كونستانت كاش 64 كيلو، 8 كيلو تكستشر كاش. هو هنا بيتكلم معايا برضو ايتش بروسيسور، بيقدر كل بروسيسور عندي بيقدر ياكسس كل الميموري بتاعته بسرعه 68 جيجا بايت بير سكند. طيب تعالوا بقى نتعرف اكتر على الثريدز تقدر تعمل ايه. مبدئيا احنا ده شكل الجريد عندي. خلاص ثانيه واحده، ده شكل الجريد عندي. الجريد بيكون مكون من مجموعه من البلوكس، خلاص، والبلوك الواحد بيكون فيه مجموعه من الثريدز. طيب جوه البلوك في عندي ايه كمان؟ بيكون عندي شيرد ميموري، بيكون عندي ريجسترز، بيكون عندي ثريدز. طيب على مستوى البلوكس بقى يقدروا يشوفوا الجلوبال ميموري، الميموري والكونستانت ميموري. تعالوا بقى نشوف الثريد دي الجرين دي تقدر تاكسس ايه بالظبط. مبدئيا هي تقدر تاكسس الريجسترز في اقل من 1 سايكل كلوك سايكل، بريد رايت، تقدر تاكسس الشيرد ميموري على مستوى البلوك، الثريدز كلهم يقدروا ياكسسوا الشيرد ميموري، ولكن السرعه بتاعته هتكون اباوت 5 كلوك سايكلز. جميل جدا. يبقى احنا هنا لما كنا بنقول ان الثريدز لما بنشتغل على الثريدز لا خليها للسبب اللي بعديها. بالنسبه بقى للثريد الواحده تقدر تاكسس الجلوبال ميموري. خلاص الجلوبال ميموري عندي اراوند ايه 500 كلوك سايكلز. هنا بقى النقطه دي لما كنا بنقول استخدام الثريدز بيكون اسرع شويه من استخدام البلوكس، ليه؟ ده كان بسبب ان عندي الثريدز، يعني عندي كذا ثريد كده مع بعضهم، يقدروا يعملوا شغل، يعملوا سينكرونايزيشن بينهم وبين بعض ويأكسسوا الشيرد ميموري. فبالتالي الاكسسنج للشيرد ميموري او للريجستر هو طبعا اقل بكتير من الاكسسنج بتاع الجلوبال ميموري، بحيث ان كل البلوكس شايفاه مع بعضها هي عباره عن جلوبال ميموري، لكن مش شايفين الشيرد ميموري للبلوك ده، مش شايف الشيرد ميموري بتاعت البلوك ده. خلاص فبالتالي البروسيسنج بتاع الثريدز او على مستوى الثريدز بيكون اسرع من البروسيسنج على مستوى الجريد البلوكس. وتقدر بالنسبه للثريد بقى تقدر تعمل ريد اونلي على الكونستانت ميموري، تقدر تريد اونلي على الكونستانت ميموري اباوت 5 كلوك سايكلز. طيب تعالوا كده نشوف حاجه اسمها ثريد باتشنج او الجريدز والبلوكس. بيقول لحضرتك ان الكيرنل او الفانكشن اللي بترن على الجي بي يو بترن از ايه، بتعمل اكسكيوشن از جريد اوف ثريدز بلوك. يعني بخش على جريد والجريد ده فيه مجموعه من البلوكس، كل بلوكس جواه ثريدز. يعني لما اقول لك ثريد بلوك، ثريد بلوك يعني بلوك فيه مجموعه من الثريدز. زي المنظر عندنا ده، يعني مثلا بلوك نمبر 10 ده فيه مجموعه من الثريدز بالشكل ده. طيب الثريد بلوك، ثريد بلوك اللي هو ده اللي هو عباره عن او 11 البلوك الواحد ده فيه مجموعه من الثريدز. الثريدز دي بتعمل ايه؟ بتعمل حاجه اسمها سينكرونايزيشن افتر اكسكيوشن. يعني ايه سينكرونايزيشن افتر اكسكيوشن؟ يعني بيرنوا مع بعض، بيرنوا كل ثريد بترن الكود بتاعها، وبعد كده بيعملوا سينكرونايزيشن، بيستنوا بعض خلاص، وبعد كده بيبدا ايه، يبداوا مثلا يطلعوا ريزلت ساعتهم اند سو اون. فبالتالي الثريدز على مستوى البلوك الواحد بيعملوا كوبريشن خلاص، وبيعملوا افيشنتلي شيرنج داتا
في بالنسبه باستخدام الشاهد ايه، باستخدام الشاهد ميموري على مستوى البلوك ده. لو نرجع تاني على السلايد اللي فات عشان نوضحها، الثريدز دي بتعمل سينكرونايزيشن مع بعضها لما بتخلص الشغل، وبتقدر تشيل الداتا عن طريق الشاهد ميموري. احنا قلنا الشاهد ميموري بتاخد اباوت 5 سايكلز او 5 كلوك سايكلز عشان تاكسس تريد اوت رايت. جميل جدا. تعالى بقى نقول هنا لو انا عندي ثريد في البلوك نمبر 00 وبلوك او ثريد ثانيه في البلوك نمبر 11، يقدروا يعملوا كوبريت مع بعضهم؟ بالطبع لا. يبقى انا عندي الثريدز على مستوى البلوك الواحد هم اللي يقدروا يعملوا كوبريشن، لكن الثريدز اللي في بلوكس مختلفه ما تقدرش تعمل كوبريشن مع بعض. طيب تعالوا البلوك اي ديز والثريد اي ديز، عايزين بس نعرف ان كل ثريد بيكون ليها ثريد اي دي وكل بلوك بيكون ليها بلوك اي دي. خلاص. بعد كده عندنا برضو بيقولك simplifies memory addressing when processing multi-dimensional data. طبعا عملية الاي ديز دي بتسهل عليا طبعا البروسيسنج لما يكون عندي مالتي دايمنشنال داتا زي ايه، زي الامج بروسيسنج. طيب تعالوا نعمل كده شباب اوفر فيو على الكودا ديفايس بيبر سبيكتس اللي عندنا. بيقول لي كل ثريد، تعالوا بقى النقطه دي مهمه جدا، كل ثريد تقدر تعمل ريد ورايت على الريجستر، تقدر تعمل ريد ورايت على اللوكال ميموري بتاعه البلوك الواحد. خلاص. وتقدر تعمل ريد ورايت على الشاد ميموري على مستوى البلوك الواحد برضو. كمان تقدر تعمل ريد ورايت على الجلوبال ميموري، طبعا ده باختلاف ايه، باختلاف الاكسسنج تايم بتاع كل ميموري. تقدر تريد اونلي من الكونستانت ميموري، وتقدر تريد اونلي من الجراد تكستشر ميموري. طيب مين بقى يقدر يكتب على الجلوبال ميموري والكونستانت ميموري والتكستشر ميموري؟ اللي يقدر يكتب على الثلاثه اللي تحت دول هو الهوست. خلاص. اللي يقدر يكتب على الثلاثة اللي تحت ده هما الهوست. طيب الجلوبال ميموري والكونستانت ميموري والتكستشر ميموري دول اللي بيقدر يكتب عليهم الهوست. المين مينز اوف كوميونيكيتنج الريد رايت داتا بتوين هوست والديفايس ده مسؤوليه الجلوبال ميموري. يعني انا بديكي انقل حاجه من الديفايس من الهوست اللي هو السي بي يو للديفايس، بنقلها له احطها له فين؟ بحطها له على الجلوبال ميموري، ويبدا كل جراد بقى وكل بلوك او عندي يبدا ياخد الداتا بتاعته من الجلوبال ميموري، ياخد كوبي منها عنده يشتغل عليها البارالل بروسيسنج بتاعه. بالنسبه للتكستشر اند كونستانت ميموريز، الكونستانت انيشاليزد باي ذا هوست، طبعا الانيشاليزيشن بتاع الكونستانت ده بيكون عن طريق الهوست، وبيكون الكونستانت دي برضو افيلبل كو فور اول ذا ثريدز، كل ثريدز تقدر تشوفها. تمام. وبرضو زي ما قلنا قبل كده باختلاف الاكسسنج تايم بالنسبه لكل نوع ميموري. طيب بعد كده عندنا في حاجات كده ليها علاقه بالسي عايزين نعرفها مع بعض، ودي عباره عن زي ما نقول ايه الريزيرفد ويردز بتاعه الكودا بالكاتيجوريز المختلفه بتاعتهم، هتساعدنا اكتر ان احنا نتعرف على الانكلات الاعلى بالنسبه للكودا، وازاي نعمل باراليزيشن لحاجات مور ادفانسد. نتكلم دلوقتي مع بعض على مجموعه من الريزيرفد ويردز في الكود في السي والكود السي والامباكت بتاعهم على البروجرامينج انكودر. اولهم حاجه اسمها الديكلاريشن اسبكتس زي اللوبل الديفايس الشيد اللوكال الكونستنت، دي المقصود بيها يعني او دي مجموعه من الديكلاريشن اسبكتس اللي بتتحط قبل الديفينيشن او الديكلاريشن بتاع الفانكشن علشان يحدد السكوب بتاعها. عندنا برضو كيورد بعض الكيوردز زي ايه، زي البلوك اي دي والثريد اي دي، ودول بيحددوا الاي دي بتاع كل من البلوك والثريد زي ما احنا عملنا لها كفر من شويه. عندنا حاجه كمان اسمها انترنسكس، الانترنسكس دي ليها علاقه بالسينكرونايزيشن والمانجمنت بتاع الكودا بروجرامينج زي سينكرونايز ثريدز، ودي مقصود بيها او اللي بتستخدم لما بنكون عايزين نعمل سينكرونايزيشن ما بين مجموعه من الثريدز نستناهم كلهم وبعد كده نبدا نجو اون في حاجه تانية زي المبدا بتاع الفورك اند جوين. عندنا حاجه تانية اسمها الران تايم اي بي اي زي الميموري والسمبل اكسكيوشن والمانجمنت، وفي عندنا الفانكشن لونش عن طريق ايه، عن طريق التريبل انجل براكتس.
طيب تعالوا كده نعرف اللي هي اول حاجه الديكلاريشن سباكتس عندنا منهم. لا بلاش الديكلاريشن سباكتس، خليها تبقى السلايد اللي بعديها. عندنا فاريبل تايب كواليفايرز، لو انا جيت دلوقتي في وسط الكود بتاعي او وسط الفانكشن بتاعتي وعرفت فاريبل، انا بتكلم على الجي بي يو او الديفايس كود، لو عرفت variable مثلا int local variable السكوب بتاعه هيكون على مستوى thread واللايف تايم بتاعه على مستوى thread واللوكيشن بتاعه هيبقى في register. تمام. طيب لو جيت انا وانا بعرف ال variable حطيت قبل منه shared و device كده، المفروض ده هي يعني مبدئيا هيتسيف فين؟ هيتسيف في shared memory، والسكوب بتاعه هيبقى على مستوى البلوك، وطول ما البلوك عايش ال variable ده عايش، مجرد ما البلوك بينتهي اللايف تايم بتاعه بينتهي خلاص، يبقى ده بيبقى يكون على الشارد ميموري لو انت حاطط اللي هو الكواليفاير شارد قبليه. لو انا قلت ديفايس بس هيتحط فين؟ هيتحط في الجلوبال ميموري بتاعه الجي بي يو بتاعتي. طب لو انا حطيت ديفايس كونستنت هيتحط في الكونستنت ميموري بالظبط، وهيكون اللايف تايم بتاعه الابلكيشن، واللي هيبقى اللايف تايم بتاع الابلكيشن سواء الكونستنت او الديفايس كونستنت. جميل. بالنسبه للشارد والكونستنت الاثنين دول الشيرد والكونستنت مش ضروري نحط قبليهم الكواليفاير اللي اسمه ديفايس، اتس نوت مانداتوري اوبشنال انك تحطه. طيب الاوتوماتيك فاريبلز دايما بيتحطوا في الريجسترز ما عدا الاريز، يعني انا خلال الكود بتاعي لو عرفت اي فاريبل هيتحط في ريجسترز ما عدا الاريز هيتحطوا في الجلوبال ميموري. طب تعالوا كده بقى نشوف مور انكود فانكشن ديكلاريشن، هنتكلم على الديكلاريشن سبيكتس. عندنا زي الديفايس والجلوبال والهوست، احنا لما كنا بنيجي نعمل فانكشن او كيرنل عشان يرن على الجي بي يو كنا بنحط قبليه الكي وورد اللي هي جلوبال خلاص. الكي وورد معناها جلوبال دي معناها ايه؟ معناها ان هو هيرن على الجي بي يو هيتنادى منين؟ هيتنادى من الهوست، يبقى هيرن على ديفايس وهيتنادى من الهوست. طب لو انا قلت ان هو ديفايس، لو حطيت اللي هو الكي وورد ديفايس دي قبل الفانكشن، معنى كده ان الفانكشن دي هترن على ديفايس وهتتنادى من الديفايس. تمام. طب بالنسبه للهوست، لو حطيت كلمه هوست نفس الفكره بتاعت الديفايس، هترن على الهوست وهتتنادى من الهوست. طيب امتى استخدم الديفايس دي؟ استخدم الديفايس دي في حاله ان انا عندي يوتيليتي فانكشن مثلا وعايزه نديها في وسط الكود بتاعي خلاص، وهنديها في وسط الكود بتاع الجي بي يو. اوكي تمام. هنا بيقول لي ديفايس اند هوست كان بي يوزد توجذر. طيب تعالوا كده نتكلم على الثريدز برضو والبروجرامينج ديزاين. بالنسبه للثريدز ايه فايدتها؟ امتى افكر ان استخدمها؟ ايه مميزاتها؟ ان سو اون. بيقول لي هنا مور ثريدز بير بلوك ار بيتر فور تايم سلايسنج. يعني ايه فور بيتر فور تايم سلايسنج؟ يعني يا شباب لما بنيجي نقسم الورك في حاجه اسمها سكيدجولينج تكنيكس بالنسبه للاوبريتنج سيستم، اتس بيتر تو هاف سمول تاسكس، يعني الافضل دايما ان احنا يكون عندنا سمول تاسكس بتاخد تايم قليل، افضل من ان يبقى عندي بلوك كبيره واحاول اعمل بارالايزنج على البلوكس الكبيره دي. لان طبعا في حاله الفيلير لو واحدة مثلا البلوك كله على بعضه عمل فيل، ده بيؤدي الى ان انا هنعيد من اول كله، فبالتالي هياخد ران تايم اكبر. اما بالنسبه للثريدز لما اقسم الشغل على مستوى الثريدز ده بيديني الافيلابيلتي بتاعه التايم سلايسنج وبيكون احسن. مور ثريدز بير بلوك طبعا ده بيؤدي الى ليس ريجستر بير ثريد. في حاجه لازم تبقوا عارفينها، ان انا وانا بنادي الكيرنل وكان عدد الفاريبلز اللي انا بعرفها اكبر من عدد الريجسترز مش هيرضى يناديها. تاني كيرنل انفوكيشن ماي فيل اف ذا كيرنل كومبايلز تو مور ريجسترز ذان ذا افيلبل. يعني انا مثلا انا عارفه ان الديزاين الاركتكتشر بتاعي فيه 32 ريجستر وانا معرفه جوه 35 فاريبل، فلازم تبقوا عارفين ان الكولينج نفسه هيفيل. تمام. طيب بعد كده threads within the block may can be synchronized، دي اللي احنا كنا قلناها قبل كده، طول ما threads جوه البلوك بيكوميونيكيتوا مع بعض وفي كوبريشن ما بينهم نقدر بمنتهى السهولة ان احنا نعمل synchronization ما بينهم. synchronization المقصود بيها التزامن، يعني التزامن لما يخلصوا كلهم نعمل حاجة معينة and so on، وده بيفيد جدا في single instruction multiple data يعني بروتوكول او تكنيك.
خلاص ده بيعلي الافشنسي بتاعته جدا. يقول ذا ماكسيمم فيل الاود بير جريد بيكون 64 كيلو استريتر. لازم يكون اتليست، لازم يكون عندنا اتليست as many blocks as multiprocessor. The number of blocks should be at least 100 to scale for the future generation. لازم بقى حضرتك لو انت بتفكر تجيب جي بي يو من احد الحاجات اللي تسأل عليها عدد البلوكس المتاحة في الجي بي يو ده، انت بتتكلم عايز تجيب حاجة تقعد معاك وتعمل يعني تسكيل معاك قدام شوية، لازم تجيب طبعا ايه حاجة الجريدز فيها سوري البلوكس فيها اكبر من 100 بلوك. نقطة مهمة لازم تبقوا عارفينها برضو ان البلوكس within the grid are not synchronized، مفيش synchronization between البلوكس اللي موجودة عندنا في الجي بي يو. بالشكل ده يا شباب نكون احنا لحد دلوقتي غطينا heterogeneous computing البلوكس والثريدز والاندكسينج. هنتكلم بعد كده على الكوبريتنج ثريدز وهنكمل مع بعض ان شاء الله في السكشن نكفر اكتر ونعرف اكتر عن البارالل بروجرامينج استخدام الجي بي يوز. هنتكلم مع بعض على الكوبريشن بين ثريدز سواء كانوا على نفس مستوى الجراد او على جراد مختلفة. علشان اعمل شيرنج بين ثريدز على نفس مستوى البلوك، ثريدز بتستخدم الشيرد ميموري علشان تشير الداتا ما بينها. الاكسسنج بتاع الشيرد ميموري بيكون سريع جدا، بيكون يوزر مانجد، وده اللي بيخلي الشغل ما بين الثريدز مور افكتيف ذان ذا بلوكس. علشان اعرف فاليبل يكون كل الثريدز شايفاه على نفس مستوى البلوك، بنعرفه باستخدام الريزيرفد وورد شيب، فبالتالي هتتحجز في الشيرد ميموري في البلوك ده وتكون سين على الثريدز كلهم. فبالتالي لما نعمل سيفنج للداتا دي في الشيرد ميموري بتاعت البلوك هتبقى سين within this block ومش هتتشاف في البلوكس التانية. من احد الايشوز اللي احنا ممكن نواجهها ان انا بيكون عندي ستاب معينة معتمدة على الاوبريشن البارل اللي حصلت في ستاب قبليها. بمعنى مثلا فلنفترض ان انا عايزة، قلنا قبل كده عايزة اجيب مثلا الافرج بتاع array كبيرة جدا او بتاع ماتريكس كبيرة جدا. فعلشان اجيب الافرج ده بنعمل ايه؟ بنجيب السم بتاع الاليمنتس اللي فيها وبعد كده بنعمل division over the length of this array. طيب طبعا ما ينفعش يكون في عندي thread تسبق عملية السميشن، تخلص مثلا السميشن الاسايند ليها وتسبق وتخش على عملية الديفيجن من غير من اللي قبلها يكون خلصه. فهنا بقى دي اهمية السينكرونيزيشن بتاعت الثريدز. عشان نعمل سينكرونيزيشن بين الثريدز لازم نخلي الثريدز كلهم يخلصوا شغلهم وبعد كده نخش في الستاب اللي بعديه. هنعمل كده ازاي؟ يعمل كده عن طريق الفانكشن اللي اسمها سينك ثريدز، هي اللي هتقوم بالوظيفه دي ان هي بتخلي الثريدز كلها تخلص وبعد كده بتخش في الستاب اللي بعديها. سينكرونيزيشن اول ثريدز within the block، بتعمل synchronizes all threads within the block وبتعمل preventing لي data hazards المختلفة اللي هو read after write. فبالتالي all threads must reach the barrier and conditional code the condition must be uniform across the block. في حالة ان انا عندي conditional code عندي conditions لازم يكون conditions دي بتاعتنا unified على كل البلوك. نعمل ريفيو سريع كده على الحاجات اللي احنا خلصناها لحد دلوقتي. مبدئيا الفاريبل او الريزيرف وورد هاشيرد بنستخدمها عشان نعمل ديكلير لفاريبل او اري ويكون سين upon the block. كل ثريدز تقدر تشوفه هيتحط فين بالظبط؟ هيتحط في الشيرد ميموري. ليت الشيرد بين ثريدز ان ذا بلوك، يعني كل الثريدز اللي جوه البلوك عندنا هتشوفه ولكن الثريدز اللي بره البلوك ده مش هتقدر تشوفه. عندنا في حاجه تانية الفانكشن اسمها سينكرونايز ثريدز او سينك ثريدز. سينك ثريدز دي وظيفتها ان هي تكون كبارير، بتخلي الثريدز كلها تقف عندها لحد ما كلهم يخلصوا بعد كده بيخش في الاوبريشن اللي بعديها، وده بنستخدمها عشان نعمل افويدنج للديتا هازارد. طيب هنتكلم سريعا كده على المانجنج بتاع الديفايس. يعني ايه بقى نقدر ازاي نعمل مانجنج للديفايسز عندنا؟
دلوقتي احنا دلوقتي قلنا ان الكيرنلز اللي احنا بنبعتها ليه الديفايسز بتاعتنا، عرفنا ازاي نعمل سينكرونايزيشن بين الثريدز اللي جواها، ولكن الكيرنلز نفسها نفس سينكرونايز. بمعنى ايه؟ بمعنى لو انا عندي كذا كيرنل ورا بعض، عملت لهم كول ورا بعض وبعتهم للجي بي يو، الكيرنل نفسه مش سينكرونايز، يعني ممكن واحد يخلص والتاني لسه. طب انا عايزه اعمل كنترول بين الثريدز او الكيرنلز دي، تعالوا نشوف ايه هي الاوبشنز المتاحه عندنا عشان نعمل كنترولينج بين الكيرنلز. السي بي يو نيدز تو سينكرونايز بيفور كونسيومينج ذا ريزلتس، يعني قبل ما نبدا نخش نحسب في الريزلتس لازم الكيرنلز تكون مخلصه اول الريزلتس بتاعتها وبعتها لي النتائج عشان ابدا بقى انا اعمل الاوبريشن بتاعتنا. ونفترض مثلا احنا بنشتغل على نفس الاكزامبل بتاع الافريج، هنقول ان احنا هنبعت السميشن على الجي بي يو وهنجيب عندنا على السي بي يو هنعمل عمليه الديفيجن. فطبعا زي ما قلنا ما ينفعش نعمل عمليه الديفيجن من غير ما نحقق السميشن كله. فبالتالي السي بي يو عايز يسينكرونايز ان الجي بي يو يكون خلص الاول عمليه السميشن عشان يبدا يعمل الديفيجن عنده. طيب تعالوا نشوف ايه الاوبشنز المتاحه عندنا. اول اوبشن متاحه عندنا حاجه اسمها الكودا ميم كوبي. الكودا ميم كوبي الفانكشن اسمها كودا ميم كوبي بتعمل بلوك للسي بي يو، يعني بتخلي السي بي يو غير قادر ان هو يعمل اي اوبريشن لحد ما عمليه الكوبي تتم كامله خلاص. فبيقول لي until the copy is complete. Copy begins when all preceding coda calls have completing. والكوبي مش هيبدا الا لما كل الكولز اللي فاتت تكون اوريدي خلصت. يبقى انا عندي اول طريقه اعمل بيها مانجنج على مستوى الديفايس هي الكودا ميم كوبي. الحاجه الثانيه عندنا حاجه اسمها كودا ميم كوبي اسينك اسينكرونس. يعني ايه اسينكرونس؟ ده فانكشن ثانيه بس هنا بنوضح الفرق ما بين الكودا ميم كوبي والكودا ميم كوبي اسينكرونس. الكودا ميم كوبي اسينكرونس بتعمل عمليه الكوبي ولكن ما بتعملش بلوكينج للسي بي يو، يعني مش هتخلي السي بي يو واقف مستني، لا مش هتعمل عمليه بلوكينج للسي بي يو خالص. طيب في عندنا حاجه كمان اللي هو كودا ديفايس سينكرونايز. كودا ديفايس سينكرونايز بتعمل ايه؟ بتعمل بلوكينج للسي بي يو انتل السي بي الجي بي يو كيرنلز تو فينش. يعني ايه بنعمل بلوكينج للسي بي يو؟ لحد ما كل الكولز اللي قبل البارير ده تكون اتنفذت عندنا. طيب هيبقى عندنا بالنسبه لحاله ان انا عندي ايرورز، ازاي نعمل ريبورتنج للايرورز في الكودا؟ اول كودا اي بي ايز بيستقبل كل الاي بي ايز بتاعت الكودا بترجع ايرور من التايب ايه؟ من التايب كودا ايرور اندرسكور تي. طيب دلوقتي انا عندي الايرورز ممكن تكون ايرور من الاي بي اي او ايرور ان ذا ايرليير اوبريشن ده زي مثلا في الكيرنل اللي قبل منه. طيب ازاي اعمل جيتنج ليه الايرور في حاله ان انا مثلا حصل عندي فيلير في الكود بتاعي؟ عشان اجيب اللاست ايرور عندنا فانكشن اسمها كودا جيت لاست ايرور، بتاخد فايد بارامترز ما بتاخدش بارامترز خالص، والريتيرن بتاعها بيكون عباره عن كودا ايرور underscore t. لو انا عايزه اجيب السترنج بتاع الايرور تفصيله او اسمه بالظبط بنعمل عندنا فانكشن ثانيه اسمها كودا جيت ايرور سترنج، بديها الايرور اللي عندي وبترجع لي تشار اري. جميل. طيب عايزين نتكلم برضو على في مجموعه من الفانكشنز كده بتحدد لي ازاي بعمل كونفيجرنج الاختيار الجي بي يو. في بعض البي سيز بيكون فيها مور ذان 1 جي بي يو او بعض اللابتوبس بيكون فيها مور ذان 1 جي بي يو. تعالوا نشوف ازاي نقدر نحدد حاجه زي كده. اول حاجه وعندنا فانكشن اسمها كودا جيت ديفايس كاونت، دي بتجيب لي عدد الكود او الانفيديا ديفايسز المتاحه في الماشين بتاعتي او بديها بتاخد بارامتر اند بوينتر خلاص وهي بتعمل ابديتنج ليه في الاند بوينتر ده. عندنا كود سيت ديفايس بنحدد الديفايس اللي احنا هناخدها او ان احنا هنشتغل عليها. فنفترض مثلا ان هو جت ديفايس وطلع لي ان عندي 3 ديفايسز خلاص، فيبقى مثلا اقول انا عايز اشتغل على ديفايس رقم 0، فرقم بعت رقم 0 ده عند الكود سيت ديفايس بارامتر. في عندنا فانكشن كمان اسمها كود جت ديفايس بديها الرقم او انت بوينتر بتاع الديفايس اللي انا عايزاها. في عندنا فانكشن كمان اسمها كودا جيت ديفايس بروبرتيز. جيت ديفايس بروبرتيز دي
ايه الهدف منها؟ انا هجيب لي البروبرتيز بتاعه الديفايس اللي انا هشتغل عليها، بديها الرقم بتاع الديفايس اللي انا عايزاها، وبترجع لي او الريتيرن بتاعها بيكون عباره عن كود ديفايس بروبرتيز. الريتيرن بتاعها هو احنا بنكون باعتينه كبارامتر وهي بتابديت فيه عشان هو بيكون مبرود از ريفرنس. نقدر نقول برضو ان انا عندي multiple threads can share a device. ايه المقصود بالجملة دي؟ المقصود بيها ان multiple threads على مستوى السي بي يو ممكن يشتغلوا مع بعض على جي بي يو واحد. بمعنى ان انا مثلا لو انا شغالة بي threads وعايز اعمل combining للكود ما بين بي thread وكودة، فممكن يكون عندي كذا 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 thread عندي على السي بي يو وكلهم بيبعتوا اكواد او كودز تشتغل على الجي بي يو. ده can be done. بعد كده بيقول ان السنجل ثريد كان مانج مالتيبل ديفايسز. ممكن يكون عندي ثريد واحده على السي بي يو بتعمل مانجنج لاكتر من جي بي يو ديفايس عندي، معنى ان انا مثلا يكون الماشين بتاعتي فيها 3 أو 4 جي بي يوز وانا بستخدمهم في البروسيسنج بتاعي، ويكون في ثريد واحده مسؤوله على المانجنج للكودز اللي هتتبعت لكل جي بي يو، بحيث ان احنا ننهانس البارالايزيشن على مستوى الجي بي يوز المختلفه. طيب في حاجه تانية محتاجين نغطيها يا شباب، الحاجه اسمها الكمبيوت كابابيلتي. دي تعتبر اخر حاجه في السكشن ان شاء الله. ايه هي الكمبيوت كابابيلتي؟ كمبيوت كابابيلتي بمنتهى البساطه هي بتديسكرايب الماشين او الديفايس اركتكتشر. الديفايس اركتكتشر من ناحيه ايه؟ من ناحيه النمبر اوف ريجستر، السايز اوف ميموريز، الفيتشرز اند الكابابيلتيز. حاجه مهمه جدا لما حد يفكر يتعامل مع جي بي يو او يشتري جي بي يو يبص على الكمبيوت كابابيلتيز اللي عنده. ده جزء من تيبل موجود على الانفيديا ويب سايت بيحدد الكمبيوت كابابيلتيز المتاحه عندهم بالمودلز بتاعه الاركتكتشرز المتاحه عندهم. فمثلا في عندنا كمبيوت كابابيلتي 1 بيسبورت الفاندامنتال كود سبورت، فاندامنتال الحاجات الاساسيه فقط. مثلا عندنا 1.3 في عنده دبل بريسيشن، امبروفد ميموري اكسس، اتوميكس، ده اللي هو ال 10 سيريز. في عندنا الكمبيوت كابابيلتي 2، في كاشز، في مثلا 3 دي جرادز، في بير تو بير كوميونيكيشن اند سو اون. في ريكيرجن بيسبورت الريكيرجن على مستوى الجي بي يو، وده ال 20 سيريز. بالشكل ده يا شباب نكون عرفنا يعني ايه الكمبيوت كابابيلتي، وفهمنا بشكل عام كده يعني ايه الكمبيوت كابابيلتي، ازاي نفاضل ما بين ماشين وماشين تانية. وكده الحمد لله احنا خلصنا السكشن بتاع الكود. ان شاء الله لو في اي اسئله ممكن نتقابل على زوم ميتنج، نعمل ميتنج لو حد عنده اي اسئله نجاوبها مع بعض ونغطي اي حاجه انتم مش فاهمينها. شكرا يا شباب.